اللي متابع الفيديوهات دي عارف ان احنا يوم الاجازة اول حاجة بنعملها ايه؟ بعد التمرين الحلوة دي اوعدكم يا رب ما يبقاش شكل صغير، بس اوعدكم الفيديو بتاع النهاردة هيبقى روش قوي. انا مش مصدق الرواشه. ايه انت تصور؟ انا اصور وش؟ انا لازم اقولك حاجه بس هي دي خوذه اللي حضرتك هتلبسها الهملت بتاعتي. انا خدت البادج بتاع هارلي. The whole point of the dancing is the dance. النهارده ركبت اول مره هارلي في حياتي، خايف ان انا اكون ادمنت الموضوع لان انا يعني مش هجيب، ما معيش فلوس اجيب دلوقتي موتوسيكل، استحاله. مش لازم تشتري، تعالى عايز تاخد هارلي تعالى اركبها. انا خلاص بالظبط، انا يعني اصحابي انا يعني ما تزعلوش مني بقى. انا بس معلش كل واحد فيكم هيقول لي هو يعني بيعمل ايه بالظبط جنب ان هو بايكر. انا عايز محمد يبتدي. ماشي يلا. داين اصلا مهندس بشتغل في اعلانات ولا جاء ولا اقول اسم الشركه عادي؟ بتشتغل اعلانات؟ لا اعلانات ده؟ لا اعلانات اسم الشركه عادي. لا 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 يعني مهندس في شركه موبايل، شركه اتصالات. شركه اتصالات، ما قالش شركه اتصالات، لا شركه موبايل اوبريتور. كوميونيكيشن. ايوه بالظبط كده. حاجه بحبها من وانا طفل صغير. اوكي. اول مسافه كنت 2010. ما هو عشان ما قبلها انا بقول لك كان ايه دايما تقول لاهلك لا وخطر وما اعرفش ايه وبتاع. فاللي هو جيت اول ما اشتغلت ايه ده زي الفل، حوشت فلوس قرض بتاع، رحت جبت اصلا موتوسيكل ما قلتش لاهلي، ما قلتش لاي حد. كان بس اخويا اللي يعرف. ورحت داخل عليهم بقى البيت، انا بقى جايب الموتوسيكل داخل الشقه بالموتوسيكل. ايه ده جبت موتوسيكل؟ ايه ده لا لازم تبيعه وبتاع. قلت لهم مفيش الكلام ده. كل ما جبت كام موتوسيكل بعد الانتاج؟ كان نوع ايه اصلا اللي هو؟ كان اول واحد هوندا شادو 750. هو ده كان از ستارت يعني، كان في ناس كتيره يعني او معظم الناس ما كانتش وقتها بتحب تبتدي بيه، كان بيحبوا يبتدوا حاجه اقل 400. اوكي فاهم. بس انا حبيت ابتدي ب 750 عشان يقعد معايا شويه. اوكي. بس بعد كده بعته او ما بعتوش اكشن، انا جبت البايك الثانيه عليه، كانت في تي اكس 1800 ان، كان بالنسبه لي. هو طبعا انا في الاسامي دي ما فهمش قوي، فاللي بيتفرج على الحاجات دي وبيحب يعني الموتوسيكلات هيفهم. انا ما فهمش فيها. بس جبته بعد كده بعت اللي هو الاولاني اللي فضلت يعني معايا موتوسيكلين فتره يعني. بس بعد كده بعته وجبت بقى الهارلي ديفيدسون. يعني كان املي بقى من زمان، لان انا كان ساكن في الزمالك، فكنت على طول اعدي من عند هارلي ديفيدسون اقعد اتفرج بقى. لا ده له اتراكشن رهيب. هو ادمان يعني. طب فهد يا جماعه معلش برضو، هو اصلا الفضل في الليله دي كلها يبتدي بالراجل ده، عشان الراجل ده هو اصلا لما اتقابلنا قال لي بقول لك ايه، انت اصلا شفتوه؟ لا يعني بيتفرج على الفيديوز، مش هقول لكم انهي فيديو، اتفرجوا على الفيديوز عشان تعرفوا انهي فيديو. معلش ما تزعلوش مني، حقي يعني. الراجل ده
قابلني في مكان كان فيه موتوسيكلات هارلي معروضة من أحلى موتوسيكلات في مصر يعني، فكان هو من الناس اللي راح تعرض هناك وشافني قال لي تعالى احنا يعني هخليك تعمل معايا فيديو هيبقى فعلا حلو. والصراحة النهاردة كانت ركوبة من أحلى الركوبات اللي ركبتها في حياتي. أنا عايز أبتدي بس كلامي يا جماعة من الراجل اللي قاعد جنبي ده اللي هو ده وده برضه يعني تحبيبي يعني بس ده برضه يعني ريسنتلي بقى شخص أنا بحب أتفرج على فيديوهاته وأحب أقعد سبسكرايب وكومنت وكده. بيعمل حاجة جديدة، بيعمل حاجة كريتيف، بيعمل حاجة فيها إنوفيشن، مش فكرة يلا نزف عشان أسفف بس، مش فكرة يلا نزف بس، لا فكرة تعالى يبقى فيه هدف من الموضوع. على فكرة أنا مش ضد السف، كرييتيف. ما عنديش مشكلة برضه. لأن الراجل ده بيلعب درامز وهارمونيكا وجيتار وبيركب موتوسيكل وتربع يعني البايكرز اللي في البلد أو أكشن تربع البايكرز اللي في العالم، ودي حاجة تقدر الناس تسيرش عليها وأنت تقدر تسيرش عليها. هما بيعملوا حاجة من الاثنين، يا إما بيصلحوا وبيرسموا جرافيتي أو بيرسموا رسامين أو حاجة، يا اما بيلعبوا مزيكا. فاهم، مفيش اوبشن تاني. ده حقيقه، فاهم، ده تتربع البايكرز في العالم ارت بطريقه او باخرى بالظبط. وكلهم عندهم الفكر بتاع الفريدم، وكلهم عندهم الفكر بتاع الانوفيشن والكرياتيفيتي والكلام ده. صح. اسمي فهد فؤاد. ايوه. شغال بيزنس ديفلوبمنت مانجر في شركه في سمارت فيليج. ابتديت اركب موتوسيكلات زي ما اي مصري في العالم ابتدى يركب موتوسيكلات، بنأجر فطوطه. الحمد لله كنت مكسوف من القصه بس واضح ان مش لوحدي يعني. مش كده خالص. وابتديت بعد كده اصاحب بتوع الدليفري بتاع السوبر ماركت اللي عندي. اوف. فبعد الساعه 12 هم يقفلوا وانا اقوم اجر الموتوسيكل بتاعه اللي هو الحلاوه ال 150 سي سي اللي سيني. ايوه ايوه. واقعد كاروز بيه في المنطقه. جبت اول موتوسيكل جبته كان جي اس بي ام دبليو 650 ادفنشر. ده انت ابتديت وحش. اه، وده علمني بقى ازاي اكشلي ازاي تبقى متخلف. وبعد كده الموضوع تطور، جبت سوزوكي بوليفارد ام 50. بعد كده جبت ستيب 400 عشان العب فيه شويه كده وبتاع واعمل له حاجه معينه. بعد كده شفتت خالص الى حلم اي حد بيفهم في الموتوسيكلات الحقيقي، الهاري ديفيدسون ستيب جلايد. ده موتوسيكل تورينج، ده اللي احنا كنا راكبين النهارده اللي هيطلع معاكم في اسمه هاري ديفيدسون. ايه الماركه هاري ديفيدسون؟ الموديل ستريت جلايد. طبعا ده بالنسبه لي كان خلاص ده اللي ايه اعلى حاجه كنت الحمد لله نفسي اوصل لها ووصلت لها. والحقيقه اللي انا بعامله معامله انا مش متجوز بس بعامل معامله مراتي، لان هو بيغنيني عن كل حاجه. يعني بيغنيني عن لما اكون متضايق بركبه، لما اكون مبسوط بركبه، لما اكون حاسس بان انا عندي حته فراغ او حته زي مراتي فلما مش عارف ايه بركبه لا مش عارف ايه فحسيت ان هو ميك سنس. اه طبعا. مؤاخذه سوري. بصرف النظر عن الحاجات اللي احنا بنقابلها كل يوم في الشارع، بصرف النظر عن الميه، الزيت، النقل، الزلط، الرمله. كنت بتلبسوا حاجات سيفتي وكده ولا مش قوي؟ عاده احنا بنلبس حاجات سيفتي از جاكيتس والبوز ونيز والكلام ده، بس بنلبس هلمت دي رقم واحد، دي اهم حاجه. اللي هو على الاقل يعني لو مثلا ايديك حصل فيها حاجه باظت او كده هلبس الهلمت واعيش. بالظبط يعني ما كلنا بنقول السيفتي مهم كده كده يعني، بس يعني في ناس بتبقى قادره عليه وفي ناس مش قادره يعني ان ترمز اوف تكتيفه او بتاع. يعني مثلا المينيمم بتاعنا ان احنا لا يا جماعه اتليست نلبس خوذه يعني. صح. واتليست دايما بتحاول انك تستنضف الخوذه لان اهم حاجه دماغك يعني. صح. احنا بس عايزين نوجه رساله من خلالك للناس اللي بتمشي حوالينا بالعربيات. حضرتك عارف عربيه مكيفه؟ اوكي. طب قول لي هنا في المايك عشان الناس تبقى فاهم. لما يعني حاول ما تسرحش، حاول ما تمسكش الموبايل. بص في المرايه يعني. اقل حاجه تقدر تعملها احتراما لينا انت تبص في المرايه. صح. بس هو على فكره هو في حاجه انا خدت بالي منها، ان الناس بتفضل وده برضو انتوا يعني الومكوا عليه، ان الموتوسيكلات حلوه قوي فالناس بتبقى قاعده بتبص له وقاعده داخله فيه وهي مش داريه. لا بجد. وفي اللي بيصور فيبتدي يرمي عليه. وفي ناس بتصور فعلا وسواقين النقل بيشاور بايديه اللي في واحد وقف عمل لنا بايديه الاثنين رفعهم في الهواء بيشاور للموتوسيكل. هي المشكله كمان برضو في حاجه يعني، ودي نقطه انا يعني معظم الناس اللي ما بتركبش يعني موتوسيكلات بيركب عربيات بس هو مش مدركها. ده هو بيفكر ان الموتوسيكل كفيزيائيه الحركه يعني ديناميكيه الحركه. أوكي. هي زي العربيه يعني. فور اكزامبل انا مثلا وانا داخل اي ملف الطبيعي ان انا بهدي، بالموتوسيكل انا بهدي اكتر شويه. فاهم. في ناس ما بتاخدش بالها من القصه دي، فهو بيبقى داخل كابس مثلا وراك في الملف هو مش مدرك ان انت هتهدي.
او مثلا في التقاطعات. طبعا التقاطعات دي انا عملت مثلا 3 حوادث بسبب التقاطعات دي. هو انا سمعت انك عاملين فيديوهات في على يوتيوب ولا فيسبوك ولا ايه؟ لا على فيسبوك عادي، على البيج بتاعتنا انا مش على بيج معينه يعني. على الفيديو بتاعتكم نفسها عامة انا هحط. طب قشطة، لو بالنسبة لكم هحطهم في ال طبعا هحط اللينكس بتاعت الفيديوز اللي هم عملوها، كان بيسمينها حاجة ايو فو بايكر. ايو فو بايكر اوكي، هحط الفيديوهات بتاعتهم على اساس ان انتوا بتجيبوا اللي هو الركوبة بتاعتكم في الرايدات بتاعتنا اوكي. عندنا 10 ثواني بالظبط تقفل الفيديو عشان الميموري هيخلص. يا جماعه لو زي شعراوي بقول لكم السبسكرايب هنا او هنا، وشكرا محمد جدا، شكرا شعراوي للفيديو، وشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام عليكم. شكرا يا جماعه، سلام.